دعاء جوشن صغير. This great treasure was gifted by Allah subhanahu wa ta'ala to our holy prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam through Hazrat Jibrail alayhi salam. The prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam strongly recommended it to Hazrat Ali alayhi salam, who in turn taught this dua to Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam. The immense rewards and blessings a person receives for reciting this dua, only Allah subhanahu wa ta'ala knows. One cannot afford to miss this great opportunity of reciting this dua. It is recommended to recite it every day and in a state of taharat, purity. دعاء جوشن صغير سي مفاتيح الجنان page 100-106. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كم من عدو تضع علي سيف عداوته وشحذ لي ضبة مديته وأذهف لي شباح الدين وداف لي قواتل سمومه وسدد إلي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني ضعاف مرارته فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفواد وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته وحدتي في كثير ممن ناواني وأوصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حده وخذلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي عليه ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليله ولم تبرد حزازات غيظه وقد عض علي أنامله وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من باغ بغى بمكائده ونصبني أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته
وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظارا لانتهاز فرصته، وهو يظهر بشاشة الملق ويبسط وجها خير طلق. فلما رأيت دغل سريرتي وقبح من طوى عليه لشريكه في ملتي، وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه، وأتيت بنيانه من أساسه، فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته، وجعلت خده طبقا لتراب رجله، وشغلته في بدنه ورزقه، ورميته بحجره، وخنقته بوتره، وذكيته بمشاقصه، وكببته لمنخره، ورددت كيده في نحره، وربقته بندامته، وفسأته بحسرته، فاستحزأ وتضاءل بعد نخوته، وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته. وقد كدت يا رب لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحتي، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من حاسد شرق بحسرته، وعدو شجي بغيظه، وسلقني بحد لسانه، ووخزني بموق عيني، وجعلني غرضا لمرامي، وقلدني خلالا لم تزل فيه. ناديتك يا رب مستجيرا بك، واثقا بسرعة إجابتك، متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك، عالما أنه لا يضطهد من آوى إلى ظل كنفك، ولن تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك، فحصنتني من بأسه بقدرتك، فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك
دعائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من سحائب مكروه جليتها وسماء نعمة أمطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشية رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها. لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر إملاق جبرت ومن مسكنة فادحة حولت ومن صرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت. لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت واستميح باب فضلك فما أكديت. أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك. لم يمنعك يا إلهي ولا صري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعل لي لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشوجة الصدر والنظر إلى تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعيم يتقلب في غمه لا يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا شرابا وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش كل ذلك منك. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجعرا في مضيق ومخبأة من المخاب قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجأ ولا مأوى وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمونه فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده
يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وديانات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح يقاسي الحرب ومباشرة القتال بنفسه، قد غشيته الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب، يتقعقع في الحديد، قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا، قد أدنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل، يتمنى شربة من ماء أو نظرة إلى أهله وولده لا يقدر عليها، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعل لي لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، يتوقع الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو حرق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قذف، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده، متحيرا في المفاوز تائها مع الوحوش والبهائم والهوام، وحيدا فريدا لا يعرف حيلة ولا يهتدي سبيلا، أو متأذيا ببرد أو حر أو جوع أو عري أو غيره من الشدائد مما
أنا منه خلو في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا مملقا مخفقا مهجورا جائعا ظمآن ينتظر من يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العناء وشدة العبودية وكلفة الرق وثقل الضريبة أو مبتلا ببلاء شديد لا قبل له إلا بمنك عليه وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرم في عافية مما هو فيه فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مدنفا على فرش العلة وفي لباسها يتقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح وقد دنا يومه من حتفه وأحدق به ملك الموت في أعواده يعالج سكرات الموت وحياضه
تدور عيناه يمينا وشمالا ينظر إلى أحبائه وأودائه وأخلائه قد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح في مضايق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها تتداوله أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به فهو في ضر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين سيدي ومولاي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء وأحدق به البلاء وفارق أوداه وأحباءه وأخلاءه وأمسى أسيرا حقيرا ذليلا في أيدي الكفار والأعداء يتداولونه يمينا وشمالا قد حسر في المطامير وثقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب
وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وعزتك يا كريم لأطلبن مما لديك ولألحن عليك ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا ربي فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أجد لي إلا أنت أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعنت فصل على محمد وآل محمد وأعني وبك استجرت فاجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغنى ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين Now go to sajda, prostrate and say سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البالي الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين
اللهم عد على جهلي بحلمك وعلى فقري بغناك وعلى ذلي بعزك وسلطانك وعلى ضعفي بقوتك وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إني أدرأ بك في نحر فلان ابن فلان. Instead of Fulan ibn Fulan, name the name of your enemy followed by the name of his father. وأعوذ بك من شره فاكفني بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالح عبادك من فراعنة خلقك وتغاة عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.